ادي ميدو جابر صاحب اول فوز هذا الموسم، والكره العرضيه ولمسه يد وركله جزاء. ركله جزاء في الدقيقه الثانيه، فرمان السيد شعبان ادار 3 لقاءات من قبل لم يحتسب اي ركله جزاء، والكره العرضيه عمل بلوك هتشوفوا حضراتكم. ادي البلوك من محمود عماد، لمست ايد عماد على طول تبقى ركله جزاء لمصلحه النادي المصري في الدقيقه الثانيه من بدايه هذا اللقاء. ركله جزاء في موقف صعب فاركو، ومحمود عماد في لقائه رقم 9 هذا الموسم مع فاركو بيتسبب في ركله جزاء. عندنا 65 ركله جزاء في بطوله الدوري، 48 ركلة مسجلة و17 مهدرة. وآدي طبعا أحمد خطاب بداية لم يكن يتمناها، ولم يكن أيضا جمهور المصري البورسعيدي يتوقع البداية الساخنة البداية النارية اللي نتجت عن ركلة جزاء وحوار على بعد 11 متر في أول دقيقتين. هنشوف ركلة الجزاء، مين هيتصدى الى ركلة الجزاء من جانب النادي المصري؟ هل جلاس جناوي؟ ادي محمد سعيد شيكا لسه ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، ما اختبرش في ولا كورة، اول كورة واول اختبار ركلة الجزاء. اعتقد ده ميدو جابر، ميدو جابر هو اللي هيسدد ركلة الجزاء. داخل ميدو، داخل ميدو، جول 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 جول، هدف اول وتقدم اول في الدقيقه الرابعه. النسر الاخضر يحلق في ملعب الجيش المصري ببرج العرب ويتقدم، مثلما سجل في الذهاب يسجل في الاياب. ميدو جابر صاحب الفوز للنادي المصري في لقاء الذهاب، اللقاء اللي انتهى بهدف وحيد وتنفيذ امثل لركله الجزاء علشان النسر الاخضر يتقدم اصدقائي في الدقيقه الثالثه، ويتقدم النادي المصري على فاركو 1-0. اتلعبت الضربه الحره، محمود حماده مره ثانيه، كرات وحوارات الشامي، جيفيرسون انكادا، محاولة لحصار لعيبة النادي المصري. ادي كورة يخطئ فيها ياسين، لكن يتقدم صلاح، سريع صلاح يزقها حلوة عند الشامي، لف ودار لف ودار، وتهيئة وتسديدة ترجع لميدو جابر. هيعمل ايه؟ بيعمل تمريرة حلوة للشامي، وجول جول 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 جول. مش بقول لحضراتكم اللي يضيع اللي يضيع يستحمل واللي يضيع يستقبل. في الدقيقة 54 من هجمة مرتدة بدايتها خطأ من ياسين السيد، يستغلها صلاح يعملها تمريرة في الأخير، ياخد التمريرة الحلوة من ميدو جابر محمد الشامي، علشان الدقيقة 54 يضع المصري كمان وكمان. آدي البداية وآدي الحكاية، زقها صلاح واستغل الخطأ من ياسين السيد، عمل الهجمة المرتدة المباختة للعيبة النادي المصري. آدي دي ما عدتش، لكن بصوا حضراتكم ميدو، وبص التمريرة ضربت التسلل والكورة كباري وأنفاق علشان النادي المصري يسجل تاني الأهداف في الدقيقة 54، رغم الأفضلية ورغم الندية الكبيرة لفريق فاركو في هذا اللقاء. لكن الكورة ايه؟ الكورة جوال، والنادي المصري متقدم على فاركو 2-0. كل ما تظهر الحلويات والماديات تظهر الانتصارات. ادي كورة خطيرة وادي فرصة كبيرة، ولكن على طول وبترتد، وهدف هدف اخيرا عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 5، يبعدها العراقي تخبط في وجه عمرو موسى اجباري، هدف اجباري لفاركو يكلل الجهد الكبير اللي بذله. لكن بصوا حضراتكم الخطورة، ادي الكرة من فخري وادي الابعاد من العراقي، نشنها نشنها العراقي في وش عمرو موسى، علشان فاركو في الدقيقة 5 بلس 90 يذلل الفارق اصدقائي، وتصبح النتيجة 1 فاركو 2 النادي المصري.
النهاردة مباراة فيها دروس كتيره،